انا سميتي محمد بنودة وبنتي اسماء بنودة ومرضت في البلاد عندها 8 ايام وجيت لدملات ودوزت وصفتنا لمحمد السادس النهار صفتنا نهار السبت وجينا لمحمد السادس وكيدوزو كيما يدوزو دوز ليه وخرج ليه 3 تحاليلات ودوز ليه السكانير وقال لي اودي راه مريضه بفوزيره صافي والنهار الجمعه توفات مع الجوج ايوا داكشي اللي غنقول كانت كتكح فيها الرواح والسخان داكشي اللي فيها صافي هادشي اللي اش غنقول لك الحاله ديالو ما مزيانه ديك الساعه مريضه بزاف انتوما ما متخوفينش انكم تكونوا معادين بهذا المرض لا مخافين دابا غنقول لنا انا داكشي راه الفوزيره مخافين والله الا خافين لا ما عرفتش يلاه اللي جيت لهنا عرفت ما هنا ما عمر سمعت كاع هذا المرض حتى جيت قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.